أحسبك غير راغب في العطاء والإحسان. أربع جمعيات خيرية ولم تثر انتباهك جمعية واحدة؟ جميعها أثارت انتباهي، لكني أود المساهمة في شيء غير هذا. هذه الجمعيات مؤسسات معروضة تأتيها التبرعات من كل حدب وصوب. أبحثوا عن أولئك الذين يعيشون على الكفاف في ظروف لم يدري بها أحد. تقصد أولئك الذين نحسبهم أغنياء من التعفف؟ أحسن، هؤلاء بحاجة إلى مساعدة، لكن حياءهم يمنعهم من مد يد التسول أو يردعهم كبرياؤهم عن البوح بحاجتهم. وكيف لنا أن نعرفهم؟ نفتش عنهم. أنت ترى أن ندخل البيوت ونسألهم هل هم بحاجة للعون أم لا؟ لا 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 لا، هذا هو الأسلوب الذي يؤدي إلى البشر. هاتي أيها العبقري، ما هو الأسلوب المناسب لمعرفة أحوال هؤلاء الناس؟ دعنا نفكر. أخشى أن ينصرم شهر رمضان ولم نهتدي إلى الفكرة بعد. دعنا نتقدم إلى تلك المؤسسات الخيرية، نقدم إليها مساهمتنا ونعرض عليها مساعدتنا.
هذه فكرة روتينية، نريد فكرة جديدة تتناول هؤلاء الناس المتعففين عن طلب الحاجة. وجدتها يا بديع. هذا فهم حسن، تفضل. اسمع يا صديقي، نكون مجموعة من الزملاء، ندخل البيوت ونستقصي أحوالها. وكيف ندخل البيوت؟ وتحت أي ذريعة؟ تحت عنوان جمعية استقصار، مهمتها تعداد السكان. بإمكانك أن تأتي بعدد السكان من الدوائر المختصة. لا تعقد الأمور، لنا في كل حي صديق، نكلف هذا الصديق أن يبحث في حيه عن ضالتنا. لا بد لابن الحي أن يكون مطلعا على أحوال الناس في الحي. كما أنت مبدع يا عبد الله. أشكرك، والآن دعنا نتصل بالأصدقاء ونبدأ المشروع. لو لم يطردني صاحب العمل لأصبح في جيب الآن مئات الريالات. أنا لا أملك الآن سوى 5 ريالات فقط، يجب أن تكفيني لآخر الشهر. حبذا لو كنت مثلك. إذن أين تذهب براتبك؟ يبتلعه 2، صاحب المطعم والسيارة التي في الخارج. لكنك في النهاية تقبض راتبا آخر الشهر. وهل أنت راض عن وضعك الحالي؟ عاطل عن العمل وتدور في الشوارع كما يدور النمل بحثا عن القمح. أراك تلعب دور والدي في النصيحة والإرشاد. هذا سامي يتصل. أهلا سامي، أين أنت؟ أنتظركم على الرصيف. إنه ينتظرنا على الرصيف. أخبره أن وقود السيارة قد نفذ. اسمع يا سامي، لقد نفذ الوقود من السيارة. وهل أبقى على الرصيف؟ بالطبع لا، بإمكانك أن تأتي في سيارة الأجرة، نحن في الشقة. حسن، في أمان الله. سيأتي في سيارة الأجرة. هذا أفضل. كيف سنتدبر أمر العشاء؟ ننتظر سامي، سيكون لديه الحل. سامي كان يختلس من مؤونة رجل ثري طعامنا الذي كنا نأكله. دعنا ننتظر سامي ونتبين ما عنده. صدق الله العظيم، هات ما عندك. عندي بعض الحالات التي لا تذكر، إنما لفتت نظري حالة ربما تجدها حالة شاذة في مجتمع ينعم بالراحة وطمأنينة البال. هناك دار بحاجة إلى ثلاجة. ماذا تقول؟ وهل هناك دار دون ثلاجة؟ يوجد ثلاجة ولكنها أمست رميما. نتكلم بأمر الثلاجة إذن. انتظر، الدار بحاجة إلى غسالة أيضا، الغسالة لم تعد صالحة. أخشى أن يكون هناك شيء ثالث. الدار لا يحوي مكيفا بالرغم من أنه يتحول لظا أيام الخير. ما حال رب الأسرة؟ يعمل في معمل صغير ويتقاضى راتبا بالكاد يؤمن طعامه وشراب زوجته وأولاده 4، ولا ينفك يحمد الله على نعمه. الحمد لله. وهو يرفض في الوقت نفسه أن يمد يدا أو يلتمس مؤونة تندرج في باب الحسنة والعطاء. هذا الذي يجب أن نتوجه إليه بالمساعدة، إنه واحد من أولئك الذين عناهم القرآن الكريم بالقول تحسبهم أغنياء من التعفف. إنه لا يقبل الحسنة والعطاء على مبدأ التسول. نقدم له حاجته على سبيل الهدية، ولا أظنه سيرفض الهدية. بل سيرفضها عندما يجدها مغلفة بالإحسان وتندرج تحت عنوان الصدقة. ماذا لو اجتمع أهل الخير في الحي واتفقوا سرا فيما بينهم بإجراء قرعة وهمية بين أبناء الحي، يكون الرابح في نهايتها ذلك الدار بالذات؟ جميلة هذه الفكرة. دعنا نبتدئ بتحديد مصدر الأدوات الكهربائية. بعض أصحاب هذه المحلات يرغبون بالتصدق في شهر رمضان، ما الضير في أن تكون صدقتهم ثلاجة أو غسالة أو جهاز تكييف؟ اتفقنا، هذا ما عندنا، هاتي ما عندك. وجدت حالة تتخطى الثلاجة والمكيف إلى حالة إنسانية أشمل وأعم. هذه الحالة تتلخص بوجود طفلة لا تتجاوز السنوات 7 من عمرها.
عندها قصور كلوي حاد، وهي بحاجة إلى عملية كي يكتب الله لها الشفاء والبقاء. لا أظن وزارة الصحة تبخل بهذا العمل. الوزارة على استعداد أن تؤمن لها عملية الزرع على نفقتها. بقي إيجاد الكلية المناسبة، مع العلم أن والدها يعجز عن شرائها من الخارج. من الصعب أن تجد إنساناً يتبرع بكليته كما يتبرع بيع الأدوات الكهربائية بثلاجة أو مكنسة كهربائية. هذا الأمر بحاجة إلى تعاون مكثف كي يكتب لهذه الفتاة العيش بإذن الله. إذن دعنا نبدأ الخطوة الأولى في هذا المضمار. أين؟ في مستشفى الدكتور حسان، الطبيب المعالج هو الوحيد القادر على تحديد المشكلة. أفضل أن نتوجه إلى مستشفى حكومي مجاني. لا تقلق، الدكتور حسان من أطيب الناس وستكون الاستشارة مجانية. ماذا ننتظر إذن؟ خير البر عاجله. الموضوع بحاجة إلى حسن أن يذهب كل واحد منا إلى منزله ويأكل على نفقة والده، أو نتدبر أمرنا فنأكل من هذا النهار. ويحكما، نصوم طوال النهار ثم نأكل من الحرام؟ أي حرام تعني؟ طعام ليس بلحم الميتة ولا بالدم ولا بلحم الخنزير. لا تتظاهر بالإيمان والتقى، قد شاركتنا اللمة الماضية طعاما مسروقا. نعم شاركتكما وتبت. حاول أن تتوب للمرة الثالثة. أرى أنكما بحاجة إليها. بالطبع، إننا بحاجة إلى سيارتك كي تبعدنا عن المكان قبل افتضاح أمرنا. أخبركما منذ الآن لن أشارككما. لن تشاركنا داخل المحل، ستكون وسيلتنا للهرب فقط. قبلت بهذا الطرح. حسنا، اسمعاني جيدا، سندخل سويا متى احتشد الناس داخل المحل. وبدا على صاحب المحل الحيرة والارتباك. عندها سنحصل على مبتغانا ونخرج دون أن ندفع. دون أن ندفع. دون أن ندفع. هيا هيا هيا. لا أنكر أن الوضع متأزم جدا. مريم تعاني من تعطل في عمل الكلى، وهذا يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب أو ضعفها. الأمران يؤديان إلى الوفاة. ما يؤسفني أن تكون الضحية فتاة لا تتعدى سن الطفولة، ولكن هذا هو قدرها. ما مدى نجاح عملية غسيل الكلى؟ في النهاية لا يسعنا إلا أن نقول أن الأعمار بيد الله. ألا يوجد حل طبي يريح هذه الفتاة من عملية غسل الكلى؟ بالطبع يوجد حل. هناك حل يعطي المريض حظا أوفر بحياة اعتيادية. ما هو هذا الحل؟ زرع كلية جديدة تقوم مقام الكليتين الطامرتين. وما نسبة نجاح عملية الزرع هذه؟ 90% إن شاء الله، خصوصا إذا كان هناك تطابق في فئة الدم بين المانح والممنوح. دكتور حسان، نحن مجموعة من الشباب نحاول أن نتعاون على البر والتقوى. بارك الله فيكم، إنني فخور بكم بالفعل. ما دمتم على هذا المنوال فأعدكم بأنني لن أبخل عليكم بأي مساعدة أستطيع تقديمها. كل ما نطلبه منك يا دكتور أن تساعدنا في إجراء عملية الزرع هذه في أقرب فرصة ممكنة. بل أعدكما بأن أجري العملية هنا في هذا المستشفى الخاص ومجانا، طبعا متى ما توفرت الكلية المناسبة. لا تنسى أنا صاحب هذا المستشفى وأسعى للخير كما تسعيان إليه. بارك الله فيك يا دكتور. ومتى تتوفر الكلية؟ لا أدري، دو مريم من الناس البسطاء جدا، فهم لا يستطيعون شراء كلية من الخارج ولا حتى الحصول عليها في الداخل. لا أدري، ربما يكون هذا اليوم هو آخر يوم لنا في هذه السيارة. هل قررت أن تتركها بجانب الدار؟ بل قررت أن أبيعها. أنا أتدبر لك زبونا يشتريها. أسكت أنت، لا تكن أبلها إلى هذا الحد. هذه السيارة ستبقى سيارتنا. إذا كان الأمر كذلك
فحاولا أن تدفع 600 ريال عني. ماذا؟ وهل نحن الذين اشترينا من عند البقال واستلفنا من السمان؟ كفاك ثرثرة يا سامي. طارق، ماذا لو أعطيتك 1000 ريال؟ فما الذي ستفعله؟ أقبل يديك وربما قدميك. وأنت يا كريم؟ دعك عني، لست في مزاج يسمح لي بالمزاح. ولكنني لا أمزح. كيف؟ هذه خطتي، ما يهمني هو أن أخذ موافقتكما. أنا موافق على الفور يا رجل. من سيأتي بالمبلغ؟ دعك من هذا، عليك بالموافقة فقط، وعلي برسم الخطط. سامي، سامي، على أي بيت قررت أن تسطو يا سامي؟ لا تقاطع الرجل ودعه يكمل. يريد أن يسرق. هل تريد أن تسرق؟ وهل تراني أنام على كنز مدفون؟ أسمعت؟ إنه لا ينفك يفكر بالسرقة، لأنها الوسيلة السهلة للحصول على المال. أخبرني، ما هي خطتك؟ لا أخبركما حتى أنال موافقتكما. هل السرقة في مكان عام أم خاص؟ في مكان خاص طبعا. تحتاج إلى صعوبة أم سهلة التنفيذ؟ تتم برمشة عين. دون أي أثر؟ دون أي أثر. ما رأيك بما تسمع؟ لا أريد أن أزج في السجن سنين عديدة. إن الرجل يقول لك بأن طريق النجاة مؤمن، ويحصل كل منكما على 5000 ريال. لن أجاريكما بالسرقة. لكنك جاريتنا البارحة. جاريتكما بسرقة طعام لا أكثر. الذي يسرق المرة الأولى يسرق المرة الثالثة والرابعة. من يسرق الشيء الصغير لا ضير له بأن يسرق الكبير. إن نجحت خطة سامي فلن تكون مضطرا لبيع سيارتك، ولن يكون في ذقنك دين لذلك البقال والسمان. إلى أين؟ سأستنشق الهواء ريثما تفكرا في خطتي. الحمد لله، هناك تطابق كبير في الفحوصات الجينية، يكاد يصل إلى 95%. حظ مريم بدأ يكبر. الحمد لله. قل لي أيها الطبيب، من أين أتيتم بالكلية؟ يبدو أنك منقطع عن صاحبك عبد الله. أبدا، نلتقي بعد العمل مباشرة وفي المسجد عند صلاة العشاء. ألم يخبرك بشيء قرر فعله؟ أبدا. إذن دع الأمور تأخذ مجراها، إذا أردت معرفة الحقيقة فخذها من أصحابها، ولكن أعلم صاحبك مقدم على عمل يستحق الاحترام والتقدير. هذا هو دار أبي زاهد، عملت معه 5 سنوات متواصلة، أعرف مخارجه ومداخله. ما يهمنا هو مكان الخزنة الحديدية ومفتاحها. الخزنة الحديدية موجودة في غرفة النوم. وأين مفتاحها؟ مفتاحها 4 أرقام: 1950، 1950، أي تاريخ ميلاد أبي زاهد. وها هو مفتاح الدار. إذن المسألة بسيطة. المسألة في غاية البساطة، لأنه يسكن وحده. اسمعا، سنأتي بعد 2 ساعة من الزمن عندما ينام أبو زاهد. هذا يعني أننا استطلعنا المكان. بالضبط.
هيا هيا بنا هيا هيا هيا. عبد الله، ما هذا الذي تخفيه عني؟ هل قابلت الدكتور حسان؟ نعم. بما حدثك؟ لم يحدثني بشيء، ترك لك هذه المهمة. ما الذي يدور في خلدك؟ غدا سأكون في المستشفى بإذن الله، أتمنى أن تكون على أهبة الاستعداد، ربما نحتاج إلى دم. أفهم من كلامك أنك قررت التبرع بكليتك؟ هذا من مبدأ التعاون على البر. قرار خطير صدقني، لكنه ربما يحيي إنسانة على شفير الموت، وهذا واجب إنساني. هل تعلم أن شقيقتي وفاء ولدت عمياء؟ شقيقتك المتزوجة ذات الأطفال الثلاثة؟ نعم، شقيقتي هذه ولدت كفيفة بسبب في خلل في شبكية عينها. أرادت أمي حينها أن تتبرع لها بشبكية إحدى عينيها، لكن محسن كريما ورجلا تقيا كان على فراش الموت أوصى لها بأحدى عينيه بعد موته كي تستعيد أختي بصرها. وكل ما أرجوه منك أن تدعو لي ولهذه الطفلة بالتوفيق. هذه فعلتكما، لا تحاول التنصل من المسؤولية، أنت شريكنا في العملية. أنت صاحب الدواء الذي أوقعتنا في هذه المصيبة، لا تلومني يا رجل. ها؟ علي أن يلومك لأنك المخطط للعملية برمتها. صدقني لم يكن لي علم بوجود جرس إنذار على الباب. الآن علينا أن نحسب لكل شيء حسابا. لن تنفع الثرثرة الآن، علينا أن نفكر متى نخرج من هذا السجن. نستحق السجن نحن الثلاثة، ما بكما؟ نعم نستحق. طمني يا دكتور. الحمد لله، لقد تمت العملية بنجاح. الحمد لله. الحمد لله. مريم وعبد الله لا زالا في غرفة العلاج، وما هي إلا ساعة من الآن وسيكون كل واحد منهما في غرفته. والشباب جاهزون للتبرع بالدم. يكفي ما تبرعوا به في المرة الأولى، بارك الله في هؤلاء الشباب، لقد أنقذوا الموقف. وأنت يا دكتور، كان لك الفضل الأكبر في هذا التعاون، لقد تبرعت بإجراء العملية في هذا المستشفى الخاص دون أن تأخذ ريالا واحدا. لقد فعلت ما يمليه علي واجب الديني والإنساني. الحمد لله. الحمد لله. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العظيم.